انا عايز اعرف من كل واحد فيكم كان بيقضي العيد ازاي وهو صغير، ايه مراحل العيد بالنسبه لك؟ نبدا بنورا. البيجامه تمام، لازم والله البيجامه عندي اهم من لبس العيد نفسه وحمايه العيد طبعا. المخططه دي لا اله الا الله، مش هرد على فاروق. وطبعا لبس العيد كان لازم يبقى محطوط على السرير كده بشكل معين، بالشنطه بالشوز بتاعته، وافضل كل شويه ادخل اطمن عليه كده وبتاع. افضل لو هنام بقى شويه او لو هفضل صاحيه، وبعد كده اشرب الميه. وبعدين طبعا صلاه العيد كان لازم ان انا انزل، وكنت بحب قوي ان هم يدوني حاجات وانا مروحه، بس اللي في اللعب والحلويات والعيدية ده. انا كنت بروح اصلي عشان كده والله، كنت بحب قوي. كان بيحبب الواحد في الصلاه برضو، بس زمان غير دلوقتي. يعني مثلا كنا زمان اللي هو فكره اول يوم العيد ان احنا مثلا نتجمع في بيت العيله، او ان احنا نخرج، او ان انا ابقى عايزه انزل الشارع او اشتري بومبو وصواريخ والعب مع صحابي وبتاع. دلوقتي بقينا من الحزب الثاني، حزب الانتخه، اللي هو دلوقتي انا بصدق العيد الجاي انا اجازه بقى عشان الشغل. شغل طول الاسبوع يا جماعه. احنا يعني للاسف في ناس بتأجز في العيد وناس بتأجز بعد العيد، احنا ولا اجازه في العيد ولا اجازه بعد العيد. الحمد لله.